النهارده الاحتفال كان مختلف، كان مبهر، كان بسمع التعليقات طول الوقت. في حاجة عالمية في الموضوع، الستيج، الطريقة اللي ظهر بيها تامر، الأغاني، أصحابه، في حاجة مختلفة. كان مقصود إن النهارده تامر يتقدم بشكل مختلف؟ أكيد أكيد، دايما العمل الكبير لازم كل مرة يتقدم بشكل وفكر مختلف تماما، بحيث زي ما انت شايفة الحقيقة كل الناس الحقيقة اللي حضروا ضيوفنا الكرام، الحقيقة كلهم طالعين مستمتعين، مش بس جايين يباركوا ويهنوا، لا الحقيقة مستمتعين مستمتعين، سواء في الإبهار، سواء في الأغاني، سواء بطريقة الضيافة بتاعت الحفلة. الحقيقة حفلة أنا كمان مبسوط، ولسه اللي جاي أحلى.